تقدر تسجل صوت. يخرب بيته يا عيون يا جماعة الخير، شي يغبن قسم بالله العظيم، ذا شي يغبن قسم بالله العظيم. كلمني واحد من المتابعين في الانستغرام، أسامة تعال ابغاك شوي ورد عليه وزي كذا. المهم رديت عليه شوي، اللي يرسل لي محادثة مطولة لشخص قاعد يسولف معاه ويقول ان انا أسامة وانا هنا يا جماعة الخير موجود. الشخص هذا يا جماعة الخير ما يخاف ربه، متقمص شخصيتي بشكل كبير، ولكن في شي واحد ما قدر يسويه اللي هي محاولة الاتصال. وسجلت حرفيا هنا في النوتة، سجلت هذا رقمه، خلني اخفي لكم، هذا بداية رقمه وراح اتصل عليه بعد شوي. هو عارض الان الايفون ويقول ان سعره 10 ريال. حنشوف، ندخل عليه الحين نرسل له واتساب ونشوف. والله طالع لي ما عنده رقم واتساب يا جماعة الخير، بضطر اني ادق عليه لانه مو شخص واحد يا جماعة الخير، مو يقارب 3 اشخاص. يكذب على الناس. الو، اهلا، انت عارض شيء في حراج؟ عارضين جوال في حراج؟ يعطيك العافية. لا لا، هذا ما ادري من هذا، ما ادري من هو، ماخذ جوال هلا، هل ملزق كل شيء في هلا. المهم علينا، خل نروح للشخص الثاني، لان اللي كلمتني يا جماعه الخير بنت، واضح انها يا امه يا اخته. فاشخ الجوال الرجال، شكله مسجل في واتساب انه قاعد يبيع، وتعالوا تواصلوا. بس من الممكن ان البنت اللي، لا ما اتوقع، لان احس محترم يعني الصوت، او يعني بالاصح شخص كبير. راح نرسل الان للشخص الثاني. الشخص الثاني هذا برضو متقمص شخصيتي وعارض اعلان، خلوني اوريكم اياه. وكيف حصلت هذا؟ حصلته في التيك توك، الناس يتكلمون عنه. شوفوا هذا هو اللي قاعدين الناس يتكلمون عنه، والناس قاعده تطقطق، يعني لو دخلت الكومنتات الناس تدري. واحد كاتب اصلا مسوي فيوار، الثاني كاتب هذا مو فيوار هذا في غوار، وكاتب ان اسم السياره جي تي. راح نحاول نبحث عن الاعلان هذا ونتصل عليه ونكلمه، ودي اني اقابله وانا قاعد اسوق سياره الزد. طيب بعد طول انتظار يا جماعه الخير، هذا اعلانه انحذف. الشخص الثالث، الشخص الثالث برضو عارض سيارتي للبيع. يا اخي الناس ايش وضعها، قسم بالله العظيم، والله يا اخي حرام حرام حرام. الشخص هذا شيكت على رقمه يا جماعه الخير وحصلته متصل. راح نبدا الان نكلمه في الواتساب ونشوف وش وضعه. طيب يا جماعه الخير، قعد 3 دقائق ورد علي وكان متصل طول الوقت، عارض سياره للبيع 1000 ريال. والله ما يستحي يعني سيارتي يعرضها للبيع. هذا هذا ايه هذا للأدب. اي نعم، بعد اي نعم، معليش وش نوع السيارة عشان ما نظلم يا عيال، وش نوع السيارة؟ شوفوا التفنن في الكذبة الحين كيف راح يطلع. بعد كاتب زد موجودة بالموقع. يا سلام، خلينا نشوف شو بيكتب، نعطي فرصة نشوف شو يكتب. الله يهو قهرني يا عيال، والله يهو قهرني، رفع ضغطي قسم بالله. شارح لك حتى بالموقع، اي شايف، ولكن قلت اتأكد بس السيارة سليمة، وليه بتبيع ب1000 ريال؟ يعني سعرها مو طبيعي، غير ماكينة شرط. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه حافظها توفى. سلام، غير ماكينة شرط، ابدا كلها على الشرط. يوس اوف اوف اوف، وكاله بعد وكاله، كذاب. انا مجددها من الى سياره، مو وكاله مره. انا السياره ترى جايبت لي يمكن حوالي 23، بس مغير الماكينه الى ار بي، ولكن يلا بنمشي البي. بقول كم وصل السوم؟ وصل السوم يمكن يزود السعر، استبعد. ها كم وصل السوم؟ بتصل عليه بعد شوي، بطل عليه. اول شيء محتاج مبلغ حقه، وثاني شيء ماخذه مساحه. ما شاء الله، ولد نعمة. انا حادها بل والله، ولد نعمة. انا ما قد سويت كذا، انا ابغى ابيع كل شيء عشان اجمع فلوس. لا ولد نعمة، امانه ما فيها شيء. ابيها لولدي، ينصدم لو اجيها بالزد لولدي. عيال المشكله بجيح يا جماعه الخير، بجيح بشكل مخيف. قلت لك على الشرط، البدي بقول للبدي برضو على الشرط، البدي على الشرط. اشتغلت سياره وجددتها، بقول لانه واضح انها مجدده. لان انت اشتغلت سياره يا حط استفهام، يعني صلحتها ولا اريها كويسه؟ الحين عارف يعني صلحيتها، معليش عيال، ولا شاريها كويسه؟ لان باي الموتر نظيف، بس الصبغ جددتها عشان ضربتها الشمس. يا ويلي يا عيال. الو، بس الصبغه جددتها عشان ضربتها الشمس من الوقفه، لاني ما احركها، تراها مخزنه ماشيه تقريبا 2500. يا ساتر عيال، والله موتري يا عيال، قسم بالله العظيم موتري، والله العظيم انه موتري. انا المالك الاول، ما شاء الله باين عليك الخير، ما شاء الله باين عليك الخير، سارقه وحاطه في حراج وباين عليه الخير، ما شاء الله. ماشيه تقريبا 2500، موتري ماشي 60000 عيال. بقول له تقدر تصورها لي بحشره؟ تقدر تصور السيارة بحشرة عيال بحشرة، تقدر تصور السيارة كيف الداخلية؟ خلينا نشوف يقدر تصور السيارة ولا لا. الحين جهزوا التصريف او تمسكوا راسكم. ها بسم الله الرحمن الرحيم، يلا صورها بالموقع، الصور عندك. يا الله، ما في صور اكثر؟ قول ما في صور اكثر، ما في صور اكثر. اي بنت من وين؟ وحاط الرياض، هو حاط الرياض بس ما في صور اكثر. ايش تبي صور اكثر من كذا؟ اوكي اذا انك صامل. ايوه السلام، خلينا نشوف. يا عيال هذا مجرم، يا عيال هذا مجرم مجرم. قلت ترى يبيلك تهتم بالداخليه، يبغى يحسسني انها سيارته، بارد الوجه، يبي يحسسني انها ملك له. يا بجيح، الشمس ضربت الديكور.
انت بقول ما غطيتوها بس اضمنها لك يا ويلي. طيب انت من وين؟ بقول له قول له انت من وين. هل انت قريب عند السياره؟ يا ساتر حتى موقعي سارقه. لو قال في الخرج بصدع لو قال في الخرج يعني. والله العظيم لو قال في الخرج بقول هذا ملوت شخصيتي بالكامل. هل انت قريب عند السياره؟ بقول له في الرياض وين انت جاي تحقق ولا تشتري؟ الله يعافيك. لا بشتري بشتري بس دقيقه ابي اقول في الرياض وين. الرياض وين؟ واو يا عيال رب العرش العظيم اقسم بالله العظيم اني كنت متوقع السياره موقفه بالخرج الصدق وانا بالرياض بحي الروضه. والله العظيم يا عيال والله ما ادري والله العظيم شيء قهر الخرج ما شاء الله ملوت شخصيتي. طيب متى بتجي الخرج؟ بقول له طيب متى تجي الخرج؟ ابي اشوفها اول شيء. اذا صامل الحين تشتري حول مبلغ نسوي نقل ملكيه وبعطيك رقم السطحه يوصلها يا ابن الكلب يا ابن الكلب والله هذا ابن الكلب. يقول اذا صامل الحين تشتري حول مبلغ ونسوي نقل ملكيه وبعطيك رقم السطح يوصلها لك. سبها وردة ولا طلب؟ والله مالي جاي الحين عشان دوام ولا يمديني. سلامة تكون أخوك. الحين بعد شوية بهذلة. دقيقة والله تحمست أسولف معاه. ما سلفت مع نفسي. دقيقة. طيب أخوي آسف بقول له آسف على كثرة الأسئلة عشان أسوي نفسي محترم. الأسئلة وين ذي؟ أسئلة إن شاء الله يفهمها. أسئلة كم دقيقة يحتاج؟ والسعر مغري يا أخي. حولها لك على طول بس تحول الفلوس. بدي أحول لك الآن 500 ريال وبعدها 500 وأنت تتحمل قيمة السطحة. يا الله يا ابن الذين آمن استغفر ربك يا أخي. لا معليش ما أقدر. يا طماع أخذ 500 ونحش خذ 500 ونحش انحش انحش مبلغ كامل وابشر. ابشر بس انا متخوف بس انا بخليها دقيقه معلش طولت انا بس اني ابغى اجوه شوي ابغى اريح شوي فهمتوا خليه كذا شكل هذا صامل وهطف بلعب عليه دقيقه. طيب ابشر بس انا متخوف. هل انت تصدق اللي تقوله؟ صدق لان معي بس 1220. متخوف من ايش؟ انك تلعب علي لان السياره احسها غاليه. طيب لقيت فكره جهنميه. بقول اسمع ايش رايك انا ابيع لك السياره ولكن لا ما تبقى. بقول انا ببيعك السياره وانت تاخذ سعي كلف وانا اخذ مثلا هي مثلا تجيب 24 25 زي كذا الف غاليه. لا ما فهمني غلط. اوكي ابي اقابل اذا تسمح. انا في الرياض مع دوامي ما يسمح لي. الله يعافيك. طيب جهزوا للصدمه يا جماعه الخير. جهزوا للصدمه. السلام عليكم. اهلا وسهلا حبيبنا كيف حالك؟ طيب يا حبيب قلبي والله السعر يا اخي مره حلو مره خيت ما تخاف ربك. انت ثور انت غبي مجنون وش تحسب الناس خبل انت نرسل الذي يا اخي ما تخاف ربك. هست على وجهك يا ولد. انا راعي السياره. اي ركز. انا راعي السياره قسم بالله العظيم لا اطاك الذي رفع السماء بلا عمد. بلكني ولا دقيقه لا يقرا. هست على دمك يا اخي اكل حرام يا بارد الوجه. والله العظيم لو اشوفك لتفل عليك. والله العظيم نقرتني يا اخي. فكني فلوك يا عيال. طيب يا جماعه الخير انتبهوا من الكذابين انتبهوا من الناس اللي يجونكم. لازم تتاكد ان انا قلت لكم تعرفون ان انا لاني بكون منزل في الاسعار مره يعني في الايام الجايه بيكون كله تحت العشرة ريال 1000 ريال وذا فانتبهوا. كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. طيب رد علينا يا جماعه الخير هذا الرجال. الله يسلمكم. عرض جوالي يا جماعه الخير جوا الموقع ويقول لنا هنا راح نرد عليه ونسولف عليه. طيب اهلا طيب شوفوا كم قاعد من دقيقه عشان يرد علي. عيال راسل له من 5:30 سوي رد عليه 6 دقائق. حيا اخوي الجوال في شيء تشتري؟ نعم وصامل. ودي اسوي فيه حركه يا عيال غريبه. وش هي؟ ودي اقول الله انت فيوار يا اخي والله العظيم شكرا لك والله اني اتابعك وحط كودك وحط كل شيء. لا جديد. نعم وصامل. طيب ما قلت شيء انا. اخوي الجوال في شيء. اوكي اخوي الجوال في شيء. لا جديد. اوف هذا رقم حسابي. هذا مير ما يتفاهم. هذا فيا ما يتفاهم. طيب ثواني وشلونه وليه سعره كذا؟ هذا ما يستحي. هذا قليل ادب حرفيا. ايفون 14 في اسود عيال. جميل الله يسعدك يا اخي جميل. زايد عندي هذا ماخذ اسلوبي والله العظيم يا عيال. ما شاء الله هذا متابع شرس. طيب اخوي ممكن نتقابل؟ بيرفض اكيد 100%. الان معي الفلوس كاش. كفو بعدي الحمد لله زين. من وين انت؟ بس قبلها حول لي. اوكي ما يا فرحه ما تمت. هذا يظرفني بعدين نتقابل. اقول لك معي كاش. لا هذا يا جماعه الخير وصل شيء ضخم من الكذب حرفيا. ارسل لك صوره الجوال. نعم نشوف وضعه. ابغى نصدق يعني صوره الجوال بيرسلها. يا اخي والله وصلنا الليفل مره صعب. اعوذ بالله يا جماعه الخير. ايوه السبك. شوف السبك هذا يا عيال هدفها يا عيال بكتب معليش هدفها قاصة يا عيال. بكتب ما انتبهت ارسلها مرة ثانية. دقيقة ارسلها مرة يا
يا اخي بارد وجهي والله يا جماعه الخير انه ما يستحي ذا مره وصل ليفل صعب. ايوه قصه. يا سلام يا سلام جزاك الله خير. طيب تمام. اي بقول ايه عرفتك انت فيوار. دقيقه انت فيوار امانه قلبي وار امانه قلبي وار امانه قلبي وار تكفى اتابعك وحاط كود الايتم شوب حقك. هذا كود الايتم شوب يا جماعه الخير حط كودك يضحك يعني الريفيوار واصل لفل هذا صعب كيف عرفتني الله العظيم. يا اخي حسيت يا ابن الكلب حسيت يا اخي وصلت مرحله برودة. اي انا فيوار والله اني احبك مره. تكفى ابي الجوال وتابعت مقطعك وبثوثك مبروك فزت بالجوال ب 30 ريال يا عيال يقهر يا عيال والله العظيم. يوصل كلين عندك دامك متابع لي وحاط كودي يوصل كلين عندك. طيب بحول لك الان. طيب تقدر ايه فيوار يسجل صوت تقدر تسجل صوت ابي اسمع اخواني يعني بما ان كثير الفتره الاخيره ذي الناس قاعد تاخذ مقاطع في التيك توك اقول له بنزل مقطع في التيك توك. يا عيال ما ادري كيف عندكم قلتش مشاهدات انتوا انا حسابي ما يجيب يمكن 200 الف مشاهده 150 الف مشاهده مقاطعي تنزل قسم بالله العظيم مليون 900 800 مليون الو ما شاء الله. يضحك يا بارد الوجه سجل صوت تكفى بس مو الحين جالس مع اهلي ما شاء الله يعني فيوار اذا جاي يسلمهم ما يتكي على الجهاز 24 ساعه ينتظر محادثات تصير يعني يرد عليك وكذا بدون ما يصور مقطع بدون محتوى بس مو الحين جالس مع اهلي. تكفى فيوار قوم من عند اهلك قوم من عند اهلك. بس تبي الايفون يب ابي الايفون حول لي والله العظيم بحول لك يا اخي قسم بالله العظيم بحول لك. تمام سجل بس وبحول لك والله انا احبك فتابعك. الان رايح للغرفه دقائق حبيبي يا عيال نفس كلامي قسم بالله العظيم انا كذا اذا جيت ارد على احد دقائق حبيبنا ابشر حياك الله سم يا عيال يقر. طيب يلا ننتظر التسجيل وانا بجهز سلا تسجيل يسجل يا عيال يسجل والله شفت جاري التسجيل جاني شكله ما عاد بيسجل. ايوه يخرب بيته يا عيال انتبهوا ايه ركزوا والله انه مو انا يا عيال قسم بالله الايفون هذا الايفون 14 يا عيال صارق صوتي من المقطع يا رب ما في احد صدق يخرب بيته مبروك تستاهل يا ويلي جا دوري اسجل. الله يبارك فيك يا حبيبنا والله هذا رقم حساب انتظرك يا رجال الله يبارك فيك حبيبي والله العظيم من اشد متابعينك يا اخي قسم بالله العظيم انك تستاهل يعني ودي اذا شفتك اتفل عليك مو اتفل عليك اوطى عليك بعد. الله يعافيك يا حبيب قلبي انت الله يسلم يا اخي قسم بالله العظيم انك ابن كلب حرفيا يعني انت وصلت لفل من الكذب والافتراء واو بصور له وجهي يا عيال ارسلت له صوره وجهي يا عيال يا كلب تسرق الناس اسف تسرق الناس قسم بالله ما خلي والذي رفع السماء بلا عمد ما خلي والله العظيم ما خلي طقطق معهم طقطق تسرقهم قصدك مستحيل اخذ منهم يا شيخ حيوان يا عيال عيون هذا ناظر التهديد يا عيال انا اعلمك كيف يا شيخ انا راح اتفاهم معك قريب باذن الله وراح اتواصل مع ولي امرك لاني انا جبت رقم ولي امرك وراح اتواصل معاه باذن الواحد لحد قريب وراح اقول له انك انت منتعل شخصيتي وقاعد تسرق الناس خايف على رقمه ذا خف على نفسك الله يسعد كم عمرك يا ويلي والله طيب انا اعلم امك كيف تسرق الناس عمره 13 يا ويلي طيب وعد عند ابوي في الشغل لو اخذ رقمه وحطه في النمبر يضربني والله احسن عشان يربيه تكفى يا فيوار يا الله 13 شوف لو شفتك تسويها مره ثانيه انا الحين دخلت النمبر تمام طلعت اسمك لو شفتك تسويها مرة ثانية والله العظيم والذي رفع السماء بلا عمل اني راح اكلم ابوك او اني اروح للشرطة مباشرة عاد انت تعرف ما ان فيه احنا في السعودية وربي يجيبونك لو انك يا رجل اخر الدنيا راح يجيبونك اخر مرة توعدني قاعد يسمع الفويس يا عيال خلينا نشوف شو يقول اذا اخر مرة والله بمشيها له يا اخي ما ابغى اضغط عليه ويصير يتوتر توه صغير 13 سنة ما اقدر يعني والله معيلة خلاص انا بخليها تمام خلاص رقمك عندي لو شفتك مرة ثانية على طول ترى والله راح اتكلم على طول راح ابلغ واكلم ابوك واخليه يتواصلون معاه ويتفاهم معك صعب ما راح انشر رقمك طيب يا جماعه الخير الشخص الثالث او الرابع خلصناه واتوقع الى هنا راح ننهي المقطع اذا وصلت لين هنا لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناه باقي لنا شوي ونوصل لل 350 الف متابع واشوفكم في امان الله السلام عليكم يا جماعه الخير.